طيب دلوقتي هنروح لزميلنا محمود جميل من المدينة الساحرة العالمين، نعرف إيه آخر المستجدات في مهرجان العالمين. صباح الفل عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بصبح عليكم من المدينة الساحرة الجميلة من مدينة العالمين الجديدة. والحقيقة احنا مبسوطين ان احنا يعني بنستعد دلوقتي، خلاص بدأ العد التنازلي جدا لبدء النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، لكن خليني الأول أنقل لكم طبيعة الأجواء هنا طبعا في مدينة العالمين في وسط الجو الجميل الرائع. يعني درجة الحرارة معقولة النهاردة طبعا مع الهواء اللي موجود، مع البحر الجميل اللي موجود، مع منطقة الأبراج اللي موجودة. وخليني الأول بس أستعرض لكم كده الفيو اللي احنا موجودين فيه طبعا في النورث سكوير ووسط الأبراج الجميلة اللي بتتزين بيها مدينة العالمين الجديدة. خلينا أقول لكم أنه مع بدء النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة بقى في تطور كبير جدا في المنطقة اللي احنا موجودين فيها، وهي إحدى المناطق المهمة جدا في استقبال الفعاليات اللي هتكون موجودة. السنة اللي فاتت وفي النسخة الأولى المنطقة دي كان فيها عدد كبير من الفعاليات الرياضية وكمان الفعاليات الترفيهية المختلفة، فبالتالي في تطوير حصل استعدادا مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. خلينا أقول لكم إنه في مفاجآت كتيرة جدا وفي استعدادات طبعا. إحنا بنتكلم على الأول طبعا تحية كبيرة لكل العام اللي اشتغلوا من أول الانطلاق النسخة الثانية، من قبل كمان المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية. بنتكلم عن أكثر من 50 شركة وأكثر من 5000 عامل بيشاركوا في التجهيزات الأولية طبعا للنسخة الثانية من المهرجان. خلينا أقول لكم إن احنا النهاردة طبعا هتكون البداية كلها كام ساعة، وينطلق المهرجان بفعاليات مختلفة. هتكون البداية طبعا مع حفلة للفنان مدحت صالح في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي، لكن طبعا الافتتاح الأقوى والأكبر واللي طبعا كل الجماهير منتظرينه هو حفل الكينج محمد منير، هتكون بكرة إن شاء الله في العالمين أرينا أو في منطقة أرينا، وهيكون طبعا النهاردة في استعدادات وفي بروفة للفنان محمد منير، وهيكون في طبعا التجهيزات الأخيرة بالنسبة للستيج وبالنسبة للإضاءة. خلينا أقول لكم بقى أن يعني فكرة الشركة المتحدة في التطور الدائم في المهرجانات الخاصة وخاصة مهرجان العالمين الجديدة. احنا السنة اللي فاتت كان في استهداف 1,000,000 زائر وتقريبا تخطى هذا الرقم. احنا السنة دي ان شاء الله متوقعين او مستهدفين ان الزائرين يكونوا اكتر من 2,000,000. خلينا اقول لكم الفعاليات بقى او المهرجانات اللي هتكون موجودة داخل مهرجان العالمين الجديدة. احنا بيتم التركيز على 5 فعاليات او 5 مهرجانات داخل مهرجان العالمين. عندنا مهرجان طبعا الاطفال وهو مهرجان نبتة، وده اول نسخة لي السنة دي في مهرجان العالمين الجديدة، وده طبعا بيأتي حرصا من الشركة المتحدة بالاهتمام بالأطفال. وكمان هيكون في منطقة الفاميلي أرينا، هيكون طبعا العائلة موجودين مع طبعا الأطفال، هيكون في مساحة كبيرة جدا لمشاركة كل الأنشطة المختلفة، وهيكونوا موجودين طبعا في المناطق المختلفة في مدينة العالمين الجديدة. بالنسبة لمهرجان نبتة طبعا هيكون معانا لحد نهاية المهرجان، وتباعا هيتم الإعلان عن الفعاليات تحديدا الخاصة بالمهرجان، عشان كده بننصح الأسرة وكل العائلات ان هم يتابعوا الموقع الرسمي للمهرجان او يعني الصفحات الخاصة بالمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعوا كل الفعاليات اللي هتكون موجودة الخاصة بالأطفال. المهرجان الثاني ويمكن ده من المهرجانات اللي تقريبا كل الناس هتبقى متحمسة ليها، هو مهرجان الطعام. مهرجان الطعام ده أول مرة برضو هيكون معانا في مهرجان العالمين في النسخة الثانية. الناس طبعا هيكون في فعاليات مختلفة لسه هيتم الإعلان عنها، وهيتم يعني طبيعة هذا المهرجان هتكون عاملة ازاي، بس انا متوقع ان هو هيكون يعني مهرجان مهم جدا طبعا، وفعالية مهمة جدا لكل الناس اللي بتحب الأكل، لكل الناس اللي بتحب تتذوق، فبالتالي هيكون طبعا فعالية مهمة جدا. وخلينا طبعا اكلمكم ان هيكون في مهرجان الترفيه والموسيقى والمسرح، وهيكون طبعا عندنا فعاليات كبيرة جدا خاصة بالأنشطة الرياضية، منها مباراة لقدامى نجوم الأهلي والزمالك
الزمالك في مبادرة لنبذ العنف والتعصب، وكمان هيكون يعني عندنا أنشطة خاصة بالطيران الشراعي وأنشطة خاصة طبعا بذوي الهمة، والسنة دي كمان هيكون في مهرجان الثقافة وهي عروض مختلفة لوزارة الثقافة هتكون موجودة خاصة في المدينة التراثية اللي هتشهد اليوم طبعا يعني تصوير حلقة وحفل مع الفنان مدحت صالح. يعني عندنا تفاصيل كتير داخل مهرجان العالمين الجديدة أكيد هنتابعها معاكم على مدار اليوم في برنامج صباح الخير يا مصر. يعني دي كانت تفاصيل بعض التفاصيل طبعا، وهنستكمل معاكم تباعا ويوميا كل التفاصيل الخاصة بالنسخة التانية من مهرجان العالم عالمين. خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل فقرات صباح الخير يا مصر.